تعالوا بقى نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي مع الزميله العزيزه سالة حامد مراسله قناه النادي الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، احنا سامعينك وهاتي ما لديك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح بالأهلي، إن شاء الله اليوم النهاردة يكون مليان بالسعادة والتفاؤل والطاقة الإيجابية علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. يعني خليني في البداية أخدكم في جولة سريعة حول كل الأخبار والأجواء هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بالفعل يعني أعضاء النادي الأهلي بدأت تتوافد على مقر النادي الأهلي بالجزيرة في الفترة الصباحية والساعات الأولى من اليوم. كمان ممكن داخل النادي النهاردة شفت عدد من كبار السن متواجد في ملعب مختار التتش، كانوا بيجروا في التراك، وكان صراحه في عدد كبير يا كريم متواجد في الملعب بيشجعوا بعض على يعني ممارسه الرياضه في الفتره الصباحيه في النادي. كمان انا شفت ان في عدد اخر متواجد في يعني ملاعب التنس عشان يمارسوا الرياضه، وعدد اخر متواجد في مجمع حمامات السباحه عشان يعني يؤدوا بعض التمرينات كعلاج يعني مائي للتخلص من اي اصابه موجوده، وده بيكون بمتابعه مع طبيب في النادي الاهلي. وكمان كان في تدريبات للفرق الاولى في حمام السباحه ولمواليد 2006. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه في النادي الاهلي، وابتدي الاول بالفريق الاول لكره القدم اللي هيكون النهارده في راحه سلبيه من التدريبات منحها المدير الفني بيتسو موسيماني للاعبيه. وبعد ما النادي الاهلي يعني فاز على نادي الاتحاد السكندري في نصف نهائي من بطوله كاس مصر بهدفين مقابل هدف، سجل هدفين محمد مجدي قفشه وحمدي فتحي عفوا، ويعني بكده النادي الاهلي هيتاهل للمباراه النهائيه في بطوله كاس مصر. هيواجه النادي الاهلي طلائع الجيش يوم السبت المقبل الساعه 8 مساء على ملعب استاد القاهره. وبعد ما طلائع الجيش فاز على نادي الزمالك بنتيجه 3-1، كده النادي الاهلي بكره ان شاء الله هيعود للتدريبات مره اخرى يوم الخميس. التدريب بكره هيكون الساعه 10 الصبح على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه النهائيه في بطوله كاس مصر. خليني بقى اروح واتكلم شويه على اخبار الفرق الاخرى الالعاب، يعني الفرق الرياضيه الالعاب الاخرى. هتكلم شويه عن الفريق الاول لكره الطايره الرجال بقيادة كابتن محمد مسلحي. يعني فريق الرجال بيستعد بقوة الفترة دي، بيواصل تدريباته استعدادا لرحلة الدفاع عن لقب الدوري السنة دي. الدوري السنة دي هيبتدي يوم 18 ديسمبر الشهر الجاري، والفترة الماضية يعني الفريق كان بيستعد بشكل قوي جدا وخاض العديد من المباريات الودية، كان آخرهم يعني مباراة أمام النادي الداخلية وانتهت المباراة بنتيجة 3-0، ومباراة أخرى أمام الاتحاد السكندري وانتهت بنتيجة 3-1. ويعني برضو الفترة المقبلة هيكون في مباريات ودية تانية هيخدها الفريق، يعني الاطمئنان على جميع عناصر الفريق وإن الكل يكون مستعد وجاهز بشكل قوي للمنافسة على لقب الدوري السنة دي إن شاء الله. كمان هتكلم شوية عن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بقيادة كابتن علي هاشم. يعني سيدات النادي الأهلي النهاردة هيتمرنوا من الساعة 6 لحد الساعة 7 بالليل في الجيم، ومن الساعة 7 حتى الساعة 9 مساء في صالة الشهداء استعدادا لمواجهة جزيرة يوم 14 و17 ديسمبر، وده هيكون في دور الثمانية من بطولة الدوري المرتبط. يوم 14 المباراة هتكون هنا في النادي الأهلي في صالة الشهداء، ويوم 17 المباراة هتكون في مركز شباب الجزيرة، ولسه ما تحددش ميعاد المباراة بس هتكون في حدود يعني الساعة 6 مساء للمباراتين، مباراة يوم 14 و17 ديسمبر. كمان كابتن علي هاشم يعني أعلن عن جاهزية الثنائي نادين سلعاوي ونوها شتا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الفترة المقبلة والمشاركة في المباريات بعد تعافيهم من الإصابة اللي كانوا بيعانوا منها الفترة الماضية. وكمان يعني فريدة وائل هتشارك في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل مع الفريق بعد تعافيها من الإصابة، وهي حاليا بتنفذ برنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. استكمالا بقى لأخبار الفرق الرياضية، خليني أقول للسادة المشاهدين إنه أمس يعني فاز أو توج سباحة النادي الأهلي ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة. البطولة دي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، كانت من فترة 26 حتى 30 نوفمبر، والصراحة يعني يا كريم كل الفرق السباحة في النادي الأهلي أدت أداء قوي جدا ويعني عروض قوية، واستحوذت على المراكز الأولى في يعني أغلب المراحل العمرية المشاركة في البطولة، وبكده بيواصل قطاع الألعاب الماء حصده للبطولات تحت قيادة كابتن وائل عزت رئيس جهاز كرة الماء. دي كانت أبرز وأهم الأخبار والأجواء هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره في الفتره الصباحيه، وانا معاكم على مدار اليوم طبعا لو في اي سؤال، والان العوده للاستوديو مره اخرى.
احنا بنشكرك شكرا جزيلا الزميله العزيزه سالة حامد مراسله قناه النادي الاهلي.